عند عبد الله عبد العزيز في السعودية شهر وشوي شهرين، صح؟ لا 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 لا، جاني جاني السؤال، شنو سمعت فيه غلطان؟ أقول لك اللي يحاولون يسوون فتن بينك وبين جمهور عبد الله عبد العزيز، ما ادري ليش ما يفكرون ان انت كنت قبل شهر او شهرين كنت عنده في المملكه العربيه السعوديه، صح بالضبط. يعني دين انت والله مشتاق له وتحبه. فاهمي، والله العظيم شوفي، انا الحمد لله رحت السعوديه وشفت محبه الناس لي، اللي والله العظيم قاموا فيني قومه، اللي انصدمت، قلت ما شاء الله كذي الناس، يعني اهل السعوديه كذي يحبوني، ديني ولدهم عاديني سعودي والله، ما عاديني كويتي، انه خلاص انا منهم، قايمين فيني كثر ما قايمين بعبد الله، يعني مو غريب عليهم شيء، والله مو مو غريب غريب عليهم. عليهم، يعني انا والله العظيم لولا يعني جمهور المملكه العربيه السعوديه انا اقفل برنامجي باكر الصبح، يعني عادي انا لان يحتلون المرتبه الاولى عندي بالمشاهده. يا اخي ما نطلع من نظام المملكه العربيه طبعا السعوديه.